أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. أسلم على من يشاهدوننا سلاما صادقا، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياهم الصدق في الكلمات والنوايا والعزائم. لا تنسوا إخواني أن الصدق من صفات المؤمنين الذين يحبهم الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهنا نبدأ بتذكير بأهمية الصحبة. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ترى ماذا يوصي به الصادقون إن صحبناهم؟ مجمل ما يوصون به ومجمل ما نتواصى به وأحسن ما نتواصى به قول الله عز وجل في كتابه العزيز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أمر ونهي وتخويف. ما آتاكم الرسول فخذوه أمر، وما نهاكم عنه فانتهوا نهي، واتقوا الله إن الله شديد العقاب تخويف من مغبة الكاذب على الله والكاذب على الناس. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآية من القرآن الكريم نزلت إثر حديث الله عز وجل عن الفيء الذي أفاءه الله عز وجل على رسوله وعلى المؤمنين إثر غزوة خيبر. في غزوة خيبر كان هنالك فيء، لم تكن غزوة فيكون ذكر للغنيمة. الغنيمة ما كانت نتيجة حرب قتال بين المسلمين والمشركين، والفيء ما كان عفوا وما أفاء الرسول منهم فما أوجفتم عليه من خيل وركاب. يعني الركاب الخيل، نعرف ما هو الخيل، من هو الخيل الذي يمتطيها الفرسان ليهجموا على العدو، والركاب هو الإبل. وكانوا يحاربون ركبانا وفرسانا. ما أفاء الله على الرسول منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. قال الله تعالى: ما أفاء الله على الرسول من أهل القرى فلله وللرسول وأذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كلا يكون ذلة من الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ذكرت هذه الوصية الإلهية في سياق حضور الفيء والمغانم، يعني في حضور ما يلهي الناس عن الله عز وجل من غنى ومن أسباب غنى. ما أفاء الله ورسوله من أهل القرى فلله وللرسول وأهل القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة. وفرقوا بين دولة ودولة. الدولة ما يتداول ما يمر من يد إلى يد، من ملك إلى ملك، من ملكية إلى ملكية، عطاء أو غير عطاء. وفي السياق التفات إلى من يستحقون منا البذل، والبذل كما أذكر من خصال الجماعة، جماعة العدل والإحسان. الصدق يتلوه البذل. وكيف نعرف الصدق بدون بذل وبدون عطاء؟ يأتي واحد يقول: أنا أحبكم في الله، لكنه بخيل لا يعطي من ماله نقيرا ولا قطميرا.
فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني ما هاجمتم عليهم لكي تستلموا هذه المغانم على ركبانا أو فرسانا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تذكير بالهجرة النبوية بالبذل العظيم الأعظم الذي بذله المهاجرون الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق وجردوا مما كانوا يملكونه وأوذوا في سبيل الله، فالله عز وجل نفل لهم الأنفال. النفل هو ما يعطيه قائد الجيش لمن يشاء من يستحقون العطاء. ما أفعل على الرسول من أهل القرى فإلى الآية للرسول وأهل القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دولة من الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نستحضر السياق الذي جاء فيه الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر ونهى، فيما أمر القرآن ونهى، وفيما خوف. نسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ما جعل الله به في هذه الساعة، وأسأل الإخوان والأخوات الدعاء الصالح، الدعاء الصالح. لا تنسوا دعاء الرابطة فهو مقبول عند الله عز وجل إن شاء الله، بحول الله مع قوتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.